ونسجل في هذه اللحظة أننا حتى الآن تم استهداف 20 سيارة إسعاف، تم تحييد 20 سيارة إسعاف من الخدمة الإسعافية، وتم إصابة 17 مسعفاً وضابطاً وسائق إسعاف من مقدمي الخدمة الإسعافية، وقدمنا 4 شهداء ارتقوا إلى العلا وهم على رأس عملهم يقدمون الخدمة الإسعافية. عودنا الاحتلال على انتهاك كل القوانين، ولكن هذه المرة كان الانتهاك صارخاً ومبالغاً فيه عن كل المرات السابقة. تم استهداف سيارة إسعاف أمام قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي، تم استهداف عدد من سيارات الإسعاف بين البيوت وهي تحاول أن تخلي بعض الإصابات والشهداء في بعض المناطق. في بلدة عبسان تم استهداف مسعفين وسائقي الإسعاف وهم يخلون الشهداء من بين البيوت التي كانت المستهدفة. ما نود أن نؤكد عليه أن الاستهداف حدث في الأماكن الآمنة، الاستهداف حدث داخل المرافق الصحية، الاستهداف حدث أثناء محاولة طواقمنا الإسعافية إخلاء الشهداء والمصابين والجرحى من داخل البلدات المأهولة. أحد هذه النماذج أيضاً المسعف وضابط الإسعاف طلال طه الذي تم استهدافه هو وعدد من زملائه وهم يعودون من مهمة إسعافية على شارع صلاح الدين، وتم استهدافهم وتم ارتقاء 3 شهداء في هذا الحدث، وأصيب المسعف طلال ولكن كتب الله له النجاة ليروي لنا وليروي للعالم جميعا ما حدث من انتهاك من قبل قوات الاحتلال الغاشمة بحق مقدمي الخدمة الإسعافية. والآن سنستمع بشكل موجز لتجربة المسعف طلال طه وما حدث معه في هذه الحادثة في هذا الاستهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. البداية تلقينا اتصال عن وجود مناشدات لمواطنين في منطقة قرب المقبرة الشرقية مصابين في المكان. تحركنا من محطة الإسعاف المركزية 3 مركبات إسعاف. عندما وصلنا المكان سمعنا صوت المصابين ووصلنا معهم بالنداء انتم بخير، أجابونا. قبل ما نوصل إلهم وهم مصابين على الأرض تم استهدافهم في مكان يعني في الشارع العام ما بين البيوت وال في حال انهم كانوا بدهم يطلعوا لمركبه الاسعاف. في هذا اللحظه تركنا الموقف وانسحبنا من المكان لمكان امن. كنا 3 سيارات اسعاف في انسحابنا باتجاه شارع صلاح الدين قبل مفترق القرم. سمعت صوت انفجارين ورا بعض، نظرت في المرايه تاعت السياره، ادركت انه الامر استهداف للسياره اللي وراي اللي هي سياره زميلي طارق عاشور وصلاح محمود ابو مشايخ. استشهدوا 2 في المركبه على الفور. المركبه الثانيه اللي كانت خلفي برضو تجاوزتني، دركت الموقف في لحظتها، شردت من المركبة أنا وزميلي، شردت خلف باب. في هذه اللحظة باغتني بصاروخ خلفي مباشرة، أصابني في شظايا في الرأس وإيدي وباقي جسمي. لما نتأكدوا إنه تم مقتلنا جميعا ضربوا السيارات وهي فارغة. إحنا للأسف ما تمكننا ناخذ المصابين، وتم استهداف سياراتنا وهي فارغة بدون أي إصابات، واستشهدوا زملائنا. والحمد لله رب العالمين، رغم الإصابة ورغم استهداف بيته وتدميره لأني ما لازلت على رأس عملي، والله خير حافظ إن شاء الله. هيا أسئلة يا إخوان.
بلا شك وكما يعلم الجميع أن القطاع الصحي يعاني من نقص سيارات الإسعاف ومن نقص العديد من المستلزمات بفعل الحصار الغاشم الذي امتد على مدار سنوات طويلة. هذا الاستهداف وتحييد هذا العدد من السيارات زاد جرحنا ألما في هذا الأمر، ولكن من هذا الموقف نعلن أننا نعاهد شعبنا ونعاهد الله أولا بأننا سنبقى على العهد وسنقدم الخدمة الإسعافية تجاه أبناء شعبنا حتى آخر مسعف وحتى آخر سيارة بإذن الله، ولن نتوانى عن أداء الواجب رغم أننا نعاني كثيرا من شح الإمكانيات ومن نقص عدد السيارات وأيضا من استهداف طواقمنا أثناء تأديتها لعملها الإنساني. نحن كمنظومة إسعاف وللدقة لم نلحظ ذلك، ربما كان وسمعنا عنه ولكن أثناء تقديم الخدمة الإسعافية لم نلحظ ذلك بشكل مباشر. نعم، ولربما هذا الأمر يتكشف معنا مع انتشال الجثث والجرحى من أماكن الاستهدافات، لربما يكون هناك إصابات بهذه النوعيات من الأسلحة، لأنه ليس مستغربا على الاحتلال الإسرائيلي استخدام أي من الأسلحة المفرطة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ولذلك نحن نطالب بحماية دولية عاجلة للطواقم الطبية وللمؤسسات وكذلك أيضا لسيارات الإسعاف، كما نطالب أيضا بدعم منظومة الإسعاف والطوارئ بما يلزم من سيارات الإسعاف وكذلك الوقود اللازم لاستمرار عمل هذه السيارات باتجاه إخلاء الجرحى والمصابين. بارك الله فيكم جميعا.